السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد هنجاوب فيه النهاردة عن كل الأسئلة المتعلقة بالناس اللي عايزة تغير إقامتها الإيطالية لإقامة في هولندا. إيه هي الشروط المطلوبة وإيه هي الأوراق اللي لازم تقدمها عشان تقدر تغير إقامتك الإيطالية لإقامة هولندية؟ خلينا نطلع نشوف المقدمة عشان نبدأ على طول. اولا لو انت بتتفرج عليا وعندك الجنسيه الايطاليه، معاك جواز سفر ايطالي، باسبور ايطالي، يبقى الفيديو ده مش ليك. ولو انت بتتفرج عليا ومعاك اقامه مش مفتوحه، يبقى انت برضو الفيديو ده مش ليك عشان ما تضيعش وقتك. الفيديو ده يا جماعه للناس اللي معاهم اقامات مفتوحه في ايطاليا، للناس اللي هي هتسيب ايطاليا نهائيا وهتستقر في هولندا، هتنقل عنوانها لهولندا وتستقر هنا في هولندا. ايه هي الشروط المطلوبة؟ اول حاجة هتجيب شهادة ميلاد مترجمة من السفارة الهولندية في بلدك. لو حضرتك مثلا من الجزائر او من ليبيا او من مصر، لازم تجيب شهادة ميلاد بتاعتك من بلدك بالعربي متوثقة وتترجمها في سفارة هولندا اللي موجودة في بلدك وتوثقها وتجيبها. ده اول مستند المطلوب من حضرتك ان انت تجيبه، زي ما قلنا، سواء انت بقى من المغرب، من تونس، من الجزائر، من ليبيا، من مصر، من اي دولة، من الدول العربية. ده اول مستند مطلوب من حضرتك. طيب ايه تاني مستند مطلوب؟ في حاجة اسمها شهادة بتثبت عدم ارتكاب اي جرائم او يكون على حضرتك محكوم على حضرتك باي احكام. الشهادة دي هتجيبها من المحكمة بتاع المدينة الايطالية اللي ساكن انت فيها. لو انت ساكن في ميلانو في ايطاليا، بتروح على المحكمة بتاعت ميلانو، بتجيب شهادة بتثبت ان انت، يعني بالبلد كده زي ما بنقول، ان حضرتك مش مجرم او مرتكب اي جرائم او عليك اي احكام. تالت حاجة هتجيبها اللي هي اثبات عنوان في ايطاليا. لازم تجيب حاجة تثبت انت ساكن فين في ايطاليا. طب هتجيبها منين دي؟ بتجيبها من البلدية اللي حضرتك عايش فيها في ايطاليا. زي ما قلنا مثلا في البلد المعين، في قرية معينة، بتروح على البلدية بتجيب منهم اثبات يثبت ان حضرتك ساكن عندهم ومين ساكن معاك هناك، لو حد ساكن معاك، زوجة حضرتك مثلا او ساكن لوحدك. طيب لازم يكون مع حضرتك جواز سفر ساري اقل حاجة لمدة سنة، يعني جواز سفر حضرتك المغربي او الجزائري او المصري تكون اقل مدة فاضلة فيه مدة سنة. طيب ده بالنسبة للمستندات. طيب بالنسبة للشغل، في ناس سألت كتير بتقول لك هل يا ترى لازم يكون عندي مثلا عقد عمل ولا ينفع انقل واغير الاقامة من غير الشرط بتاع الشغل؟ لا طبعا لازم يكون عند حضرتك عمل، بس في حاجات مختلفة كتير لازم نتكلم عليها هنا بالتفصيل. اول حاجة يا تجيب عقد عمل مفتوح في شركة معينة، شركة مثلا مباني او مقاولات، اخدوك مثلا كأن انت صنايعي هتشتغل عندهم وموافقين ان هم يدوك عقد عمل مفتوح، يعني مش عقد عمل مدته 6 شهور او سنة وهيخلص وبعد كده هتمشي، لا، عقد عمل مفتوح انت هتقدر تشتغل عندهم زي ما بيقولوا كده مدى الحياة. ده اول شرط. طيب لو ما عنديش عقد عمل مفتوح اعمل ايه؟ تكون حضرتك مثلا ناوي تستأجر مطعم، وبتجيب طبعا العقد بتاع المطعم، عقد الايجار، وبتقدمه مع الاوراق اللي انا قلت عليها في الاول. طيب لو ما عنديش عقد استئجار لمطعم اعمل ايه؟ تكون حضرتك ناوي تبدأ مشروعك الخاص، هتبدأ شركة معينة وهتشتري شركة هنا شغالة او هتشتري مطعم مثلا، ويكون معاك عقد الشراء بتاع المطعم. في شرط مهم هنا بالنسبة لموضوع ان انت تكون هتشتري مطعم او هتأجر مطعم او هتفتح شركة، لازم تقدم حاجة اسمها دراسة جدوى. دراسة الجدوى دي لازم تتعمل في مكتب خاص وبتتكلف 500 يورو. ده بالنسبة لموضوع الشغل يا جماعة، يا اما عقد عمل مفتوح، يا اما حضرتك هتستأجر مطعم او هتشتري مطعم او هتفتح شركة او هتشتري شركة، تمام، ويكون مقدم معاهم دراسة جدوى. ايه اللي انت ناوي تعمله في المطعم او الشركة دي؟ ناوي تصرف قد ايه؟ ومتوقع تكسب قد ايه؟ وهتشغل ناس قد ايه؟ وطبعا لازم يكون معاك العقود بتاع تعيين الناس اللي هتشتغل معاك في الشركة او في المطعم ده. مفيش حاجة اسمها هتشغلهم اسود او الكلام ده كله. طيب دلوقتي انا جبت كل المستندات اللي قلناها في الاول، وجبت موضوع الشغل سواء قعد عمل مفتوح او عقد استئجار مطعم او شراء مطعم او شراء شركة او فتح شركة مع دراسة الجدوى، اعمل ايه؟ بتجهز كمان 1300 يورو. ايه بقى ال 1300 يورو دول؟ ال 1300 يورو دول مقابل اصدار رقم شخصي ليك في هولندا، زي المواطنين بتوع هولندا كلهم، كل واحد ليه الرقم الشخصي بتاعه، بالهولندي بيقولوا عليها الصوفي نمر. طيب بعد ما جهزت ال 1300 يورو وعقد العمل
والمستندات اللي قلناها في الاول، اعمل ايه؟ بتتصل على مكتب الاندي، الاندي ده اللي هو مكتب الهجره واللجوء، بتتصل تعمل معاهم ميعاد عشان تروح تقدم المستندات ديت وتشوف ايه اللي هيحصل معاك، وطبعا بتستنى فتره محدده لحد ما بيجي لك الرد منهم. طيب ازاي اتواصل معاهم؟ هسيب لك كل البيانات بتاعه التواصل مع الاندي، مكتب الهجره واللجوء الهولندي، هسيبها لك في الوصف بتاع الفيديو تحت. زائد حاجه كمان، هسيب لك اسامي كل المستندات اللي مطلوبه منك من ايطاليا بالايطالي برضو في الوصف بتاع الفيديو تحت. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي اسئله تانية بخصوص تغيير اقامتك في ايطاليا لاقامه في هولندا، يا ريت تسيبها لي في التعليقات وانا هجاوب لك عليها في اسرع وقت ممكن. وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير واكتب لنا كومنت. سلام عليكم.